والأوروبية وأيضا العالمية. زين الدين زيدان أسطورة الريال لاعبا بدأ يتحول كذلك إلى أسطورة كمدرب وفي وقت وجيز بعد أن توج بلقب ثان للسوبر الأوروبي على التوالي. زين الدين زيدان أو المدرب الذي بدأ ملكا داخل قلعة الميرينجي. رحلة صيد الألقاب الكبرى استهلها رجل المناسبات الكبيرة منذ أن تسلم زمام أمور ريال مدريد. فالرجل الذي كان أفضل لاعبي العالم على الإطلاق تحول في ظرف قصير إلى واحد من أفضل مدربي العالم. موهبته في التكتيك على دكة البدلاء فاقت مواهبه في المراوغات داخل الميدان. سرعة زيزو النهائية نحو التتويجات جعلته يقتنص لقب كأس السوبر الأوروبي من أنياب مورينيو وفريقه مانشستر يونايتد. أرقام زيدان القياسية تعددت في وقت وجيز. فالرجل الذي لم يكمل سنتين كاملتين في الإدارة الفنية للريال حاز 6 ألقاب لحد الآن. باب التاريخ الشاسع دخله زيدان حين توج مرتين على التوالي بأعرق الألقاب الأوروبية دوري الأبطال ثم كأس العالم للأندية ولقب الليغا، وها هو اليوم يكرر إنجازا تاريخيا آخر ويدخل من ذات بوابة المجد عبر حيازة لقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية على التوالي. تاريخ زيزو الحافل كأسطورة لكرة القدم وأسلوبه المرن مع نجوم الفريق وغرفة تغيير الملابس المستقرة ثم دهاؤه التكتيكي كان وقوده نحو الألقاب. زيدان عرف كيف ينقل سحره الكروي للاعبيه في الميدان حين وضع ثقته في لاعبين صغار وبدلاء غيروا كثيرا نتيجة المباريات الحاسمة. أما رونالدو نجم الفريق الأول وأسطورته الحالية فيدرك جيدا أنه يتعامل مع واحد من أروع من روضوا المستديرة على الإطلاق، فحينها كانت دون يافعا يشاهد نجومية زيدان الساطعة من التلفاز. قصة الأسطورة زيدان مع منصات التتويج بدأت منذ كان لاعبا وها هي تستمر معه كمدرب وقد لا تتوقف ما دام أن زيدان الملك يتربع على عرش واحد من أفضل الفرق في العالم. ونبقى أيضا مع أجواء كأس السوبر.